الحياه لطيفه ومفيش حد فينا كان عنده مشكله مع حد, والفيلم ماشي بشكل لطيف, معانا مخرج محترف وجميل, معانا مدير تصوير هايل, مؤلف جميل, شركه انتاج كبيره, فكل المؤسسين الحمد لله كله عمل شغله. عامل هو كمان عوده لسه ما بفيلم مختلف عن العمل السابق اللي انت, ما هي دي سبب العوده عشان كله بيسالني ده ليه بقالك فتره مختلف تماما. يعني انا بقالي كذا سنه الناس بتشوف لي اكشن 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 حتى في المسلسلات, لا المره دي اشوف فيلم كوميدي محترم, جرعه كوميديا كبيره. اول حاجه جت في دماغ امير قرار لما شاف اسمك قلت هيبقى اكشن عادي. انا اول حاجه بس عليه يقول لي معايا ورقه حلوه اسمه ايه, ما اعرفش ليه بس فقال لي البعبع, قلت له اكشن تاني, قال لي طب اسمع, فهب لي بقى قاعد حكى لي الفيلم. انا شفت الفيلم مشهد مشهد وهو بيحكيه لي وقاعد بضحك وهو بيحكيه لي. كلمت حسين المنباوي قلت له اقرا الفيلم ده بسرعه. في نفس اليوم حسين المنباوي كلمني قال لي ما تسيبش الفيلم ده احنا هنعمله بكره. قلت له ايه؟ قال لي الفيلم ده متقفل من الورقه الاولى للاخيره, الفيلم ده خطير والحمد لله ربنا كرمنا وشوفه حاجه عظيمه. ايه اصعب مشهد في التصوير؟ ما عندناش حاجه صعبه. منافسة كبيرة طبعا, نجوم كبار, اربع افلام محترمين في سيزون واحد, وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا وان شاء الله كل افلام, يعني لو ربنا ادانا عمر ربنا يكرمنا ان شاء الله. ما بحضرش حاجة خالص, انا بحضر المايو والشنطة عشان انا لازم اسافر لان انا بقى 8 شهور, فعايز اقعد بقى مع مين البعض عايز حاجة. ما عندناش بعض الحمد لله في حياتنا, احنا الحمد لله ما نخافش من حد غير ربنا. احنا الساحل زي كل الناس والله عادي, يعني الساحل الطيب يعني. اول عيديه خلاص, هي 5 معروف. 5 طيبين.